تقف فنلندا وشعبها على قمة الترتيب لأسعد بلاد العالم، احتلتها لسنوات طويلة عاما بعد عام حتى لم يعد هناك مجال للشك في ذلك. لكن لورا آلهو فاجأتنا باعتقادها العكس. جاءت من تامبري إلى الرياض للعمل كممرضة وتتغنى بمناحي سعادتها، إذ حصلت أيضا لورا على الحب هنا حيث تقضي أيامها مع طفليها وزوجها. أتيت إلى هذا المكان في العام 2008، أي قبل 14 عاما من الآن، وكان مختلفا تماما عما هو عليه الآن. هذا أمر مذهل أن ترى كيف تتغير الأمور لتصبح هذه البلاد مكانا يعود السعوديون لإحيائه بعدما بدا وكأنه مهجورا في السابق. ترى مزيدا من السياح، والعلا مثلاً تصبح مجدداً مكاناً يلتقي فيه بشر مختلفون وثقافة مختلفة من جميع دول العالم. في العام 2010 أنشأت لورا مدونتها الشخصية العباية الزرقاء، والتي بدأت من خلالها إنشاء محتوى يتعلق بالسعودية لتقدمه إلى العالم. حصد محتواها عشرات الجوائز ومئات الآلاف من المتابعين حول العالم، وتعمل منذ 4 سنوات ضمن فريق بخبرات عالمية يقودهم شابات وشبان من المملكة لبناء وجهة تصل إلى جميع أنظار العالم. لطالما كان مبهراً أن أكون في وسط هذا التاريخ والموروث السعودي، وأن يكون هذا هو صلب محتواي، وأتطلع حقاً لاستكشاف كل الأماكن ومعرفة المزيد بعمق عن هذه الثقافة والأماكن وخصوصاً الأشخاص. أرى أن هذا مهم، بل هو جزء من المكان، معرفة الأشخاص. شمالي غرب السعودية في العلا تحديداً تقع الحجر، مدينة أثرية تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، وتحوي طرازاً أثرياً ومعمارياً يشكل شاهداً في تاريخ الحضارة البشرية. تكتسب مدائن صالح أهميتها كذلك كونها أول موقع يضاف من السعودية إلى قائمة التراث العالمية باليونسكو، أمر جعل لورا تشعر أنها في متحف اكتشف للتو، أمر تلمسه وهي تتحدث عن هذه المعالم كأحجار نفيسة للزوار الأجانب بصفتها دليلا سياحيا مهما. لدي ارتباط بهذه المنطقة منذ السنة الأولى التي وصلت فيها إلى هنا لرؤيتها، والآن نحن هنا في الحقيقة نصور، فأنا فعليا أعمل هنا. تخيلوا أنني تحولت من كوني مجرد زائرة إلى أن أكون محظوظة بأن أدعو هذا المكان بمكان عملي. نعم، أهلا بكم في مكتبي. تسحرها الخيل العربية، فبجوار قاعة مرايا تجول على ظهرها بعباءتها الزرقاء التي اختارتها على لون العلم الفنلندي لتمزجه بثراء البلد هنا باختصار شعاره، وتصنع لونا خاصا بها يكمل رسم حالتها الفريدة. حب لورا للثقافة يجعلها ترى الصورة ممتدة، لا تشير إلى طنطورة كبلدة قديمة، بل تأخذك من لحظاتها الأولى حين كان يحتفي أهالي المدينة بالزراعة في واحتهم، ثم إلى الآن وإلى المستقبل الذي أصبحت فيه العلا بلدا ثقافيا وفنيا وإرثا غنيا يثري العالم. أحب كثيرا وجودي هنا لأنه مكان يذكرني جدا بفنلندا. الكثير من المياه تجري حولك في القنوات، وحولك كل هذه الأشجار المثمرة التي يمكنك التقاط ما تريد أكله منها، هكذا بكل بساطة، خصوصا في موسم أشجار الحمضيات يمكن أن تأتي هنا وتأكل المندرين والليمون، أو في موسم الثمور الذي يقام له مهرجان هنا كل عام. ومع مرور نحو عقد على وجودها، لا تزال لورا تشعر بأن أمامها الكثير لتعرفه عن هذه الثقافة والحضارة.
يقاطع جدولها دائما لحظة تقوم بها بسقي شجرة هنا أو غرس شتلة هناك بحب، كما تفعل كل أشيائها المعتادة، تنظر إليها بطريقة لتحفظ شكلها جيدا حتى تتعرف إليها في المستقبل الذي تصنعه هنا برفقة عائلتها.